نشوفها معانا النهارده من ذوي القدرات الخاصه، وبنرحب باستاذه رضا ابراهيم نائب رئيس مجلس اداره نادي ذوي الاحتياجات الخاصه باسوان ومدير التنفيذي لاحدى الجمعيات المعنيه بتنميه المعاقين. ومعانا الجميله هبه خيري. ايوه. وهبه بطله في رياضة تنس الطاولة والتايكوندو والرسم والنحت والإنشاد الديني. إيه ده كله هبة؟ كتير صح؟ حلو. ومعانا كمان هبة شحات، العصولة الجميلة دي، وتقول لنا بعض بقى الحاجات القرآنية وبرضو الإنشاد الديني. رضا قولي لي بقى، يعني أنت في الجمعيات دي من إمتى؟ من سنين، 12 سنة، 13 سنة. عملتي ليه يعني انت يعني عايزه تعملي نشاط تخدمي الفئه دي وحبيتي ان انت تعملي كده؟ طبعا انا حاسه بيهم، انا واحده منهم، انا من ذوي احتياجات الخاصه، فطبعا انا اللي انا عانيته زمان دلوقتي انا بوفيه لاولادي الصغيرين. دي هبه من عند ربنا طبعا، الحمد لله ربنا مقدرني ان انا بقدمهم وبرعيهم رعايه كامله. كل اللي يخطر في بالك انا بعمله، كل حاجة. بس المختلفين. طبعا الاعاقات مختلفة. طبعا الاعاقات مختلفة بالظبط كده. كل اعاقة لها الطلبات بتاعتها، وانا عندي ملفات وعندي كل الداتا بتاعت الاولاد عندي على حسب احتياجه. انتوا بتختاروا متميزين في الجمعية ازاي؟ اللي هو ده مثلا هبة خيري معانا تنس طاولة وتايكوندو، هل انتوا بتكتشفوا بتعملوا اختبارات معينة ولا انت بتشوفي الموهبة ازاي؟ الكلام ده بالنسبة للنادي مش الجمعية. النادي. بالنسبة للنادي احنا بنختار طبعا، بنعمل لهم اختبارات طبعا، هبة بنشوفها موهوبة في ايه او هي مميزة في ايه. فاحنا بنكثف عليها التدريب بناء عليه ما شاء الله، بنشوفها هي شاطرة في المجال ده، بنعمل لها بقى مشاركة بقى في القاهرة، بنديهم لهم الملف بتاعهم مركز التكنولوجيا، مركز القاهرة، المركز التكنولوجيا المعادي. فما شاء الله هبة بطلة، واخدة ميداليات زي ما حضرتك شايفة، شاطرة جدا، موهوبة، عندها حماس، عندها تلقائية. باين عليها. طبعا ما شاء الله. فاحنا بنختار منهم اثناء التدريب. احنا عندنا في النادي مقر مؤقت مركز شباب بدر، الايام الاثنين والاربع تدريب من الساعه 6 للساعه 8. بندرب الاولاد، فبنشوف المتميزين منهم وما شاء الله بيشارك معانا في البطولات بقى في القاهره، بيجيبوا مراكز اول وثاني وثالث جمهوريه. هبه قولي انت عندك كام سنه؟ 19 سنه. 19. طب وصفي لي بقى، قولي لي كام ميداليه لابساها ودي وخدتيها في ايه؟ ده اثنين. اعمل تدريب في شباب بدر، بجري 100 200 في الجر، هو هم في مستوى الجمهورية. على مستوى الجمهورية. طب قولي لي هبة، قولي لي انت بتتدربي بقى في الجري كتير؟ قد ايه؟ 100. يعني بتتدربي في ايام، يعني بتتدربي كام ساعه في اليوم؟ هي ساعه واحده بس. ساعه في الجر. بعد كده مطالب ايدنا بس. يعني انا لو جريت وراكي ما لحقكيش؟ لا لكن لو جريت ورايا تلحقيني. صح. طب وايه بقى التايكوندو وتنس الطاوله؟ التنس الطاولة على فكرة حلوة لعبة قوي. كابتن خليفة هو مستوى ما مين في التنس الطاولة. انا كنت بلعبها وانا صغيرة بس ما كملتش فيها، بس انت طبعا طلعتي بطلة عني. يعني انت بطلة كبيرة، انا قعدت شوية كده تعبت. طب بس التنس الطاولة غير التايكوندو خالص، يعني دي لعبة مختلف عن دي، يعني مش قريبين حتى من بعض. يعني ده لعبة وحدها. ده فصلنا رياضي. من كده انا بروح انا وماما. ماما حريت غالية. لا يا هبة، لا فين ماما؟ هي موجودة. ماما تعالي يا ماما، تعالي. ليه هنجيب ماما عشان هبة ما تزعلش. هي هتحس بأمان أكتر لما ماما تبقى موجودة. تعالي يا ماما، تعالي تعالي هنا، تعالي هنا، اقعدي هنا.
ليه في هبه بتعيطي؟ قولي لي يا ماما بقى ايه كانت بتوديها بقى قد ايه تدريبات وحاجات؟ هي كل يوم في تدريب بشكل، هي موضعه على طول الاسبوع، يومين في الاسبوع في شباب رياضه شباب بدر، في الجري العاب القوه، وفي التنس الطاوله. يعني كانت بدات فيه شويه وخدت مركز تاني على مستوى الجمهوريه تبع تربيه التعليم، والتايكوندو خدت الحزام الاصفر ومستمده يعني فيه. الحمد لله. في بطله يا هبه تعيط تخسى عليكي، ده ماما فرحانه بيكي جدا. بقى بتحبها؟ بتحب ماما قوي. انت بتحبي ماما قوي كده يا هبه بجد؟ مش انت اسم حضرتك الهام؟ بس يا الهام وانت بتكلميني نعلي صوتنا عشان المشاهدين برضو يسمعوكي ويعرفوا بقى هبه قد ايه بطله. خلاص بقى ما نعيط عشان جبت لك ماما اهو. صح. يلا عملتي ايه بقى لما خدتي الجايزه؟ كنت فرحانه؟ قوي فرحانه قوي. انت فرحتي وماما فرحت بيكي. كل ما تبقي بطله وشاطره ماما تفرح بيكي اكتر، واحنا كمان طبعا. يا وهبه بقى التانيه الصغنونه دي عندك كام سنه؟ هبة. هبة النهارده من قلقانه. طب قولي لي هبة، قولي لي الفاتحه كنت بتقراها لي من شويه حلوه قوي، قولي لي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هبة. بسم الله الرحمن الرحيم. علي صوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. طب قولي لي هبة، أنا سمعت إن أنت بقى بتغني قمر، تقولي لي حتة منها؟ يلا يلا وعلي صوتك كده ووريني. قمر قمر مثل النبي، قمر وجميل، وجميل مثل النبي وجميل، كف المصطفى قلب غنادي، الله الله عدوه لك ست ايادي، الله الله وعمد ماله كل العباد، وعمد ماله كل العباد، حبيب الله يا خيبر يا قمر، قمر سيدنا النبي قمر. وانت كمان قمر يا هبة صح؟ قولي لي يا الهام، انت تجربه مع بنتك، واحنا دايما نقول ان يعني حاجه اساسيه ورئيسيه في المواضيع لما يكون عندنا طفل مختلف، ان احنا لا نقلق ولا نخاف ولا نخبيه، بالعكس ان احنا ندعمه علشان يوصل لمرحله اكبر، ومنهم ما شاء الله بيبقوا ابطال زي هبه وغيرها كتير. اول ما لقيتي ان انت عندك حد مختلف عملتي ايه؟ وعلي صوتك كده عشان المايك. اتجهنا للطريق الصح. هي معانا من سنه ونص اللي لما عرفنا الحاله بتاعتها، وعلى طول اتوجهنا للطريق الصح للدكاتره الكويسين التخصص، وبعد كده تخاطب وتنميه مهارات، وابتدينا فيها ماشيين في المشوار ده لغايه لما وصلت للسن ده، وابتدينا كل ما بنشوف موهبه بننميها لها. يعني موهبه الرسمه قعدت فيها شويه، بعد كده سابتها مسكت في موهبه اللي هي التايكوندو، التنس الطاوله، الجري، بس هي مستمره في الجري، بتحب الجري جدا، بتحب تجري، وراحت كتير مسابقات في القاهره تبع النادي. هي جايزتين دول في الجري مش كده؟ وخدت برضو ميداليه في التنس الطاوله، خدت الميداليه الفضيه على مستوى تاني، وان شاء الله هي كمان في الخزف اخذت فيه شهادات تقدير بكذا حاجه كده. بتشتغل يدوي بالايد، وبتشتغل على الدولاب اللي هو السادف والحاجات اللي هو الكهرباء. هي عندها عايزه تعمل كده، هي عايزه يعني تعمل كل حاجه تتعلمها.
هي بتروح، انا عايزه كذا بتروح، بتنمي فيه المهاره، وما شاء الله يعني الدكاتره اللي هو المدربين اللي معاها شايفين لو هي مش ماشيه فيه فبقى لا هي تتجه لحاجه تاني، فهي الحمد لله هي كويسه فيه ان شاء الله الحمد لله. رضا في الجمعيه بقى بتقدموا لهم ايه؟ معلش بس انا في نقطه كده حابه اتكلم معاكم فيها. طبعا انا بشكر مدام الهام، طبعا ورا كل بنوته جميله زي هبه والده هبه بصراحه كافحت عليها كتير. عندنا طبعا الجو صيف والجو حر، واحنا عندنا المواعيد بتاعتنا بتاعه النادي في جو صعب طبعا، فملتزمه جدا جدا عندي في النادي، ملتزمه باي ندوه باي حاجه توعيه بالنسبه لهبه، ما بتتاخرش جدا ما بتتاخرش. وانا من خلال بشكر والده هبه وبشكر كل الامهات عندي في النادي، والله ما شاء الله عليهم ما بيسيبوش اي جهد لاولادهم بحيث ان هم يوصلوهم للحاجه الجميله دي، ومخلينهم ابطال ما شاء الله. طبعا لولا ماما مش هتبقى هبه طبعا. عندي اولياء امور وناس بيتصلوا عليا، جيران بيقولوا مثلا في طفل معاق اهله حابسينه، اهله مش بيحبوا يطلعوه، اهله مش بيحبوا يخرجوه ولا حتى مع الاسره مع اولادهم، لا ده حاجه خاصه لا. لكن والده هبه وعندي اولياء امور ما شاء الله عليهم في النادي بيجيبوا الاولاد عشان خاطر يبقوا حاجه جميله. شايفه والده هبه مدخله هبه في كام نشاط ما شاء الله ومسابقات وما شاء الله لغايه ما هي تاخد الميداليه الجميله دي، فدي حاجه وسام على راسنا والله وربنا يبارك لها. احنا بقى عندنا في الجمعيه جمعيتنا لرعايه المعاقين كل ما يخطر في بالك، يعني عندنا بنجيب اجهزه تعويضيه وسماعات، وكمان عندي الحالات الصعبه عندي الاولاد بياخدوا علاج شهري اللي هو علاج الكهرباء وعلاج الصرع وعلاج المخ والاعصاب، كل ده احنا بنوفره من عندنا من خلالنا. ما شاء الله طبعا ربنا يبارك في سياده المحافظ اشرف عطيه، دايما داعم لينا، ما فيش ابدا مره نبعت له اي حاجه معانا بيدعمنا على طول. وطبعا من خلالكم بشكره وبشكر المستشار بتاعه عز الصادق، ما بيتاخروش معانا نهائي. لجنه ذوي الاحتياجات الخاصه دايما مفتوحه في المحافظه لخدمه ولادنا من جميع المساعدات. طب رضا انت كمان نائب رئيس مجلس اداره نادي ذوي الاحتياجات الخاصه برضو باسوان، في النادي بقى بتدعموا النشاطات ازاي؟ طبعا احنا تحت مظله شباب رياضه، الدعم بتاعنا من شباب رياضه، طبعا بندعمهم النشاط الرياضي بحيث ان احنا بناهلهم يعملوا نعمل لهم التدريبات زي ما قلت لحضرتك يومين في الاسبوع بندربهم قبل ميعاد السفر للبطوله، بنكثف يبقى طول الاسبوع بيجوا الاولاد يتدربوا كل يوم لغايه ميعاد السفر، فبيسافروا بقى ما شاء الله وبنسابق في مع المحافظات الثانيه طبعا. فما شاء الله احنا محافظه اسوان ما شاء الله ما فيش مره بنسافر الا لازم نكون راجعين بحصيله ما شاء الله، حصيله جميله طبعا. اولادنا عندهم اصرار وعزيمه، وكمان يعني صلبين غير المحافظات الثانيه، عيال برضو ايه واخدين الموضوع رفاهيه، لكن احنا اولادنا ما شاء الله بالتحدي والاراده بيكون هبه يعني لازم تسابق وما شاء الله عليها ما بتشوفش حد قدام، بتجري الله اكبر عشان خاطر تاخد الميداليه الجميله بالظبط، عشان تفرح الكابتن وعشان تفرح ماما وعشان تفرح نفسها، فما شاء الله عندهم اراده وعزيمه جميله. هبه قولي لي مين الكابتن بقى اللي كان بيدربك على الجري؟ كابتن صابر. كابتن صابر ومين؟ كابتن محمود عبد الوقاس. تحبيهم؟ طبعا. يعني انت عشان كمان بتحبي الكابتن فبتبقي برضو شاطره اكتر. طبعا. طب مين الكابتن اللي بيدربك تنس طاوله؟ كابتن محمد خليفه. محمد خليفه. ومين الكابتن اللي بيدربك تايكوندو؟ كابتن محمد بدري. ومين اللي بيعلمك الخزف بقى والخرز؟ دكتور طارق. الكباتن دي كلها احنا طبعا بنقدم لهم الشكر. انا بسال هبه عشان نقول اساميهم ونشكرهم النهارده، عايز تشكريهم؟ طبعا. تقولي لهم ايه بقى؟ كده هبه اللهم شكرا لك وشكرا حلوين وشكرا اي حاجه. يعني انت بتمني لهم كل حاجه حلوه. طبعا. صح؟ تحبيهم وقولي لهم انا بحبكم قد ايه؟ انا بحبكم اكتر من شكرا لك. وبتحبي ماما طبعا؟ طبعا. ماما بقى بتحبيها ليه؟ بتعمل معاكي ايه؟ انا كل يوم بنزل معاها. عشان كده في النهارده تدريب فني تعبير. كابتن هانم وكابتن مصطفى
كابتن محمد. محمد ستار معك. ستار معاك. على فكرة مهم جدا يعني لأي حاجة في الرياضة بالذات دايما أقول للكابتن لو كان طبعا. قريب من الولاد طبعا وهم بيحبوه بالعكس يعني ممكن يجوا على نفسهم اكتر علشان طبعا بيديهم حافز اكتر بيديهم حافز بالظبط. عارفه فعلا الاولاد ما عندهمش مجاملات أيوة. يعني بيكونوا عارفين وواثقين حضرتك قاعده قدامهم بالظبط بتحبيها من جواكي ولا بتجامليها فبناء عليه عندنا في النادي ما شاء الله عليه كابتن صابر النجار كابتن محمود ابو القاسم بيعاملوا الاولاد كان اولادهم بالظبط بناء عليه الابن بيدي الحاجة بعطاء بيدي الحاجة بحب طبعا. فعشان كده هم ما شاء الله بيطلعوا بيبقوا عايزين مصممين ان هم يكسبوا عشان يفرحوا الكباتن بتاعتهم بالظبط هبة شحات الصغنونة دي يا هبة مين بقى اللي علمك تقولي قمر والانشاد ماما وبابا علموكي وعلموكي ايه تاني قالوا هم اللي علموكي تقري الفاتحة طب هي بقى بتلعب رياضه لا بس لسه من الناشئين أيوة. لسه ما شاركتش في بطولات ولا حاجات لسه ما شاء لسه. الله عندنا في النادي جديد بس ما شاء الله يعني شايفين لها مستقبل كويس بتجري كويس وبتلعب احنا عندنا العاب قوه جميله فهبه ما شاء الله دماغها حلوه وذكيه فباذن الله هتبقى مؤهله ان شاء الله البطولات الجايه هبه خيري انا بقول هبه خيري ايوه هبه عشان اقدر كل واحده تبقى عارفه انا بتكلمي قولي لي عايزه تعملي ايه تاني بقى غير الحاجات اللي انت بتعمليها دي هي يعني انت بتلعبي تنس طاوله وبتلعبي تايكوندو واخده جوائز في الجري وبتعملي حاجات بالخزف عندك حاجه تانيه عايزه تعمليها ولا هنستمر على دول عشان نبقى احسن في إيه؟ فيهم استمر في خزف في النادي وفي النادي الخزف النادي هي حابه الرياضه طبعا هما بيحبوا النادي جدا والجري احنا عندنا لها في النادي طاقه بتطلع بالظبط احنا اصلا عندنا مش دعم رياضي بس احنا عندنا دعم نفسي كمان ما شاء الله ايام النادي دول بيكونوا بيقولوا لماما يوم النادي يوم كذا النهارده يوم كذا النهارده في نادي بيبقوا من اول يوم مجهزين ومحضرين ولما يخلص ميعاد النادي ما يكونوش عايزين يمشوا ما شاء الله يعني لقائهم مع زويهم واصحابهم واصحابهم اللي زيهم ما بيكونوش عايزين يمشوا كمان احنا عندنا دعم نفسي بنعمل لهم حاجات جميله عندنا في النادي ما شاء الله الله عندي اجنده عامله لهم كلهم اعياد ميلاد بكل حد عيد ميلاده في نفس اليوم بنكون عاملينها بالظبط كلهم خمسه او سته او سبعه مثلا في نفس الشهر نحتفل بيها اخر الشهر كلهم نجيب لهم بس بنجيب للكل هدايا مش صاحب عيد الميلاد بس بيكون مميز شويه لكن الباقي بقى بيكون عنده بقى جاتوهات والتطرت واللعب والحلويات والحاجات للكل الدعم فبناء عليه حب النادي جدا عندنا الدعم النفسي ده اهم من الدعم الرياضي لولا الدعم النفسي كان الرياضه طبعا ايه ادتنا اكتر فما شاء الله احنا عندنا في النادي ومامات بيساعدونا عندنا النادي كانه بيتنا كأنه بيتنا بالظبط عندنا ما شاء الله بنعمل لهم حفلات ما فيش مناسبة ما شاء الله بنسيبها إلا لما نعمل لهم حفلة ومن خلالها حفلات كتير طبعا طول السنة وبنكرم الأمهات اللي هم ما شاء الله بيكونوا قدوا عندنا بالظبط بنختار منهم برضو بنكرمهم وكمان بنعمل لهم رحلات ترفيهية بتروحي رحلة يا هبة يوديكي رحلة من المريضة فكنا بكون ما شاء الله مظبطه لهم طول الاجازه الصيفيه بوديهم كل مره مكان ما شاء الله فمن خلالكم بشكر كل الناس الداعمين لينا ما فيش ما شاء الله اي مكان بنروحه نخبط على بابه سواء ميكروباص او اتوبيس مجاني من الشركات مش عايزه اذكر اسم حد معين والمدارس الخاصه ما شاء الله كلهم بصراحه المدارس الخاصه بالذات نطلب منهم مثلا الاتوبيسات نطلب منهم دعم لو اي مكان انا بقول لهم اولادي انا جايباهم زياره بيفتحوا لنا البيبان مجاني ما شاء الله من خلالكم بشكرهم والله الهم قوليني النصيحة اللي تديها للأمهات اللي عندهم حالات يعني مثلا تنصحهم ان هم يكونوا صبورين يعني يبقوا عندهم ايه تنصحيهم ايه لازم نجيب تحمل المسؤولية شوية بالنسبة لخصوصا العيال دي العيال دي عايزين بيتعاملوا معاملة خاصة ويكونوا صبورين شوية عايزين طولة بال طبعا لازم يكون عندهم صبر شوية العيل مش هيبدأ من الأول هيبقى شاطر وممتاز لا طبعا محتاج مجهود في المهارات في تنمية المهارة ازاي بتروحي انت ندوات عشان تعرفي ازاي تتعاملي معاهم فالتعامل معاهم غير أي تعامل تاني مع أي عيل سوي طبعا فالدمج مع العيل السوي ازاي يتعامل معاه ازاي يتكلم معاه
فبالطريقه دي العيل نفسيته بترتفع والمعنويات بتبقى احسن، وبيحس ان الناس كلها محتاجاه وبتحبه وعايزاه. طب قولي لي هبه في البيت ايه بقى؟ مساعدة. بجد؟ في البيت قوي. اه تعملي ايه في البيت يا هبه؟ اعمل اول حاجه طبعا بنوضب سريرنا، ما يعني اعمل سرير بتاع انا انا وماما نايمين في السرير. بعد كده انا اروق بهبق اروق كده بتعمل مواعين. ايوه كده اعمل الاكل كده مساعد. يعني لو قلت لك حطي دي هنا اعملي هنا احنا اهم حاجه ما بصي احنا كامهات يعني مش عايزين حد يكركب لنا. صحيح. يعني ما تكركبوش وخلاص كده الدنيا هتبقى رايقه. ايوه ما شاء الله احنا عندنا في المركز الحرفي للمعاقين كنا عاملين لهم دورات طهي ما شاء الله. طهي فطبعا صعب بالظبط. هو طبعا ماما في البيت بتبقى خايفه فلازم احنا ناهل الاولاد ان هم يعرفوا يتعاملوا مع البوتاجاز ازاي. ازاي يتعاملوا مع الاكل، ازاي يتعاملوا ان هم يعملوا اكل ويساعدوا ماما، لان مش هينفع ان هم يدخلوا على طول مره واحده. لا احنا كنا عاملين لهم ما شاء الله السنه اللي فاتت معسكر صيفي 3 شهور، ففي كل المهارات ما شاء الله. من ضمنهم المهارات الطهي، كان بتدخل وتلبس المريله وبتمسك بتتعامل مع البوتاجاز وبتمسك الاكل وبتعمل الاكل بايديها بس بالتعاون معانا طبعا. يعرفوا يولعوا بوتاجاز؟ لا توليع البوتاجاز بيبقى لينا احنا. واحده واحده نعلمهم ان ده خطر، واحده واحده بيعرفوا ان نولع البوتاجاز ازاي طبعا بناء على التدريب. طب واحده واحده لو حصل حاجه يتعاملوا ازاي بالظبط كده. لو حصل اي حاجه انت بتتعاملي مع البوتاجاز ازاي؟ بتكون بتنادي حد كبير، ما تتعامليش مع اي حاجه ما تجيش ناحيتها وما تتصرفيش لوحدك، لازم الكبير برده يكون موجود معاه. فشويه شويه ما شاء الله بيفتحوا البوتاجاز وبيعملوا الاكل ما شاء الله، واحنا طبعا بنكون واقفين وشايفين، وماما في البيت بتبقى مراعياهم وكده بناء عليه وبناء على التدريبات ما شاء الله. طب هي بقى ايه يعني مثلا بتعملي لنا بيض؟ لا بتعمل حاجات اكبر. اكبر كمان؟ ايه؟ كده اعمل بيض. انا كده اعمل بيض كالسيوم كده بكر. كده حصل بيضه واحده في اليوم. بعد كده احسيهم كده حبل كمون كده اكلها. تمام. انت بتعرفي تعملي ايه اكل قبلك؟ اكل بتعملي ايه على البوتاجاز؟ اكل كده اعمل مسقعه. لا والله بجد تطلع مسكره. جميل والله. يعني من يعني وتقطعي البتنجان وتحمريه وتعملي الصلصه كل حاجه؟ كل حاجه. كده اقطع بصل الاول. اعمل حاجه بصل. كده احط الطاسه على النار. بعد كده احط الزيت. لما ابتدى اعمل سخن كويس كده احط البصل. بعد كده احط التوابل. كده احط ملح وفلفل اسود وكمون. تمام. بعد كده لما اتبل كده احط على طماطم. كده اهرسها شويه عشان التسبيكه حلوه. يا سلام والله. وبعدين بعد كده كده احط السكر. ادعادهم السكر. ايوه حلوه على فكره. مش اي حد على فكره. شفتي المعلومه دي؟ شفتي علشان التعادل. أيوة. ما عملناش حموضه. شاطره يا جابه والله. كده اعمل كل حاجه. كده اقطع بطاطس صوابع بس ما امش. ايوه شويه. ما ارمشها كمان. وطريه من جوه. كده اعمل كل حاجه. مقرمشه من بره وطريه من جوه. تمام. كده احط من فوق ملح. بس تحط بقى البتنجان وتحمري البتنجان وتحطي احط البتنجان غير التوابل خالص. خلاص بقى ما احنا حطيناه في التسبيكه والطماطم. حطيناه كل حاجه. كده بعد كده احط بطاطس محمره عليه. بعد كده احط على الفرن وبقى حلو. جميل. لا فعلا مسكره. صح تطلع حلوه. جميله جميله. قولي لي يا هبه مين صحابك؟
دنيا وضحى. دنيا وضحى بس. وهبة شحات مين صحابك؟ وانا ريماس. هي بتعدهم. استني بتعدهم. هي بتعدهم الاول. ايه قولي لي. رحمه وشهد. ومين؟ وايه؟ موده. وموده. محمد. محمد ويوسف. ويوسف وجنى. وجنى وهنا. يا ده انت صحابك كتير قوي يا صح؟ امال انت ما بتتكلميش معانا ليه النهارده؟ مش صحابك عايزين يشوفوكي النهارده وانت عماله تتكلمي؟ يلا واصحابك كده كتير صح؟ بيلعبوا معاكي وبيدخلوا بيغنوا معاكي بقى وبيبقوا بنغني انشاد ديني وحاجات كده؟ دول صحابك في النادي ولا في الجمعيه ولا فين؟ ولا في البيت؟ في البيت. في البيت. دول جيران يا الهام ولا مين موت؟ اه جيران. لا احنا محتاجين خلي هاتوا لنا الكاميرا على هبه عشان ندخل برضو ماما هبه عشان تبقى معانا. يلا عدي اصحابك تاني لغايه ما ندخل ماما يا هبه. عدي اصحابك تاني. مش هتعرف تتكلم معاها. هندخل مامة هبه شحات عشان كمان تبقى معاها لان شكلها هي مش عايزه تتكلم غير في وجود مامتها. احساس بالامان برضه. ايوه طبعا. اه الواحد لما يحس بصي فرحت ازاي. انا شايفاها ان هي ساكته عشان مامتها مش موجوده عشان بعيده عنها. يلا يا هبه يا ماما جت. يلا 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 قولي لي بقى بتحبي ماما قد ايه؟ اقعدي. احب يا ماما اكتر في الدنيا. اكتر حاجه في الدنيا. هي طبعا بمناسبه العيد هتقول لنا تكبيره العيد. يلا قول لنا تكبيره العيد يا هبه. الحمد لله كثيرة سبحان الله تكبر كثيرة لا إله إلا الله واحدة صجد واحدة ورسل عبدة وعز جندة وعزاد واحدة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا محمد. على آل سيدنا محمد. وعلى أصحاب سيدنا محمد. على أزواج سيدنا محمد. تسليم 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 كثيرة. جميلة يا هبة. كل سنة وانتي طيبة يا هبة. طيبة. العيد بقى جميل علينا النهاردة بوجود هبة شحات وهبة خيري وأنا مبسوطة جدا إن انتوا موجودين وبشكر انتي حضرتك اسمك ايه؟ بشكر أستاذة منى وأستاذة إلهام لان دول قدوه للامهات اللي بنقول ان هم بيفضلوا ورا اولادهم علشان يوصلوا بيهم لبر الامان ويبقوا معتمدين على نفسهم ويبقوا فاعلين في المجتمع ونوصل بيهم لدرجات كان ممكن اهمالهم يخلوهم يعني ما لهمش زي اكن ما لهمش وجود في الحياه لكن هم خلوا لهم وجود في الحياه وخلوهم ابطال وخلوهم يعرفوا ويتعاملوا وبشكر طبعا استاذه رضا والنادي والجمعيه وكل المؤسسات اللي بتقدم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصه او القدرات الخاصه انا خليها القدرات لان هم عندهم قدرات احسن مننا بكتير وهبه هتجري ورايا دلوقتي بعد الهواء هتسبقك بشكركم كلكم وسعيده جدا بيكم كل سنه وانتم طيبين حضرتك طيبين حاجه رضا قبل ما نفتح انا بشكركم وبشكر اللقاء الجميل ده وبشكر كل المعدين وبشكر الاعلام ان هو بينوه دايما على اولادنا وبيكون حريص ان دايما يثبت وجود اولادنا متشكرين جدا ليكم هبه شكرا هبه وهبه ميرسي شكرا ليكم
شكرا شكرا شكرا. احنا بكده كل بنوصل لنهايه الحلقه ايام، ويبقى ايام عيد الاضحى بدايه ايام عيد الاضحى مبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل الامه الاسلاميه بخير، ويا رب يبقى عيد سعيد علينا، وتبقى الايام الجايه دايما يقول النص الثاني يعني شهر 7 هيبقى حلو ان شاء الله، هيبقى حلو جدا، وبنسعد دايما لامتى بعدكم.